ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية الأستاذ والمحلل السياسي عبد الرحمن الملحم. سيد الملحم، كما تعلم بأن العلاقات بين السعودية والبحرين تتسم دائما بكونها علاقات تاريخية تمتد لسنوات طويلة لأكثر من 200 عام، تقوم على أسس ثابتة وأيضا مبادئ سامية للأخوة والتلاحم. ما هي الرسالة سيد الملحم التي تبعثها هذه الرسالة إلى من يراقب المشهد السياسي في هذه المنطقة؟ أسعد الله مساك بكل خير وجميع حقيقة المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن عبر قناة البحرين. أخي الكريم، الزيارة حقيقة لها مضامين كثيرة، فإذا تحدثنا أولا عن المضمون الذي تتعلق به هذه الزيارة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، هناك أواصر علاقات أسرية كما تفضلت أنت قبل قليل منذ أكثر من 100 سنة. عدد كبير من الأسر البحرينية يرتبطون بأسر سعودية منذ زمن طويل. هناك تبادل بالنسبة لهذه الأسر، كثير عدد كبير من السعوديين متزوجين بحرينيات وبحرينيين متزوجين سعوديات، وأعتقد أن المواطن السعودي حينما يذهب إلى البحرين لا يشعر إلا وهو في بلده، وأيضا المواطن البحريني. فهناك علاقات تاريخية منذ الأزل، تختلف هذه العلاقات عن أي دولة أخرى، سواء كانت علاقة دولة خليجية أو عربية. هذا من الجانب حقيقة التاريخي الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. إذا ما من الجانب الآخر، الجانب السياسي، زيارة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تأتي إلى مملكة البحرين، تأتي في ظروف حساسة جدا، وذلك لما تمر به حقيقة المنطقة من تحديات كبيرة. وكما تعلم أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور ريادي كبير جدا، ومملكة البحرين من أول الدول سواء كانت الخليجية أو العربية التي تساند المملكة العربية السعودية في جميع شؤونها. لا يخفى على الجميع التدخلات التي تقوم بها إيران في المنطقة. هذه من أهم الجوانب المهمة التي سوف يبحثها سيدي ولي العهد مع جلالة الملك حمد بن عيسى. أيضا من الجوانب المهمة التي ستشمل هذه الزيارة، وهذا جانب متفق عليه بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة البحرين، وهو موضوع القضاء على الإرهاب. وكما لا يخفى على الجميع أن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين عانتا الشيء الكثير من الإرهاب، وخصوصا الإرهاب الإيراني، ولكن بحمد الله وتوفيقه تمكنت قيادتها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من التصدي لهذه الظاهرة وجث جذور الإرهاب والفكر الضال. والآن حقيقة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعتبران مضرب مثل كبير للتصدي لهذه الظاهرتين والقضاء عليها. المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الملحم، كنت معنا من مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، كل الشكر والتقدير لك.